Salut les amis, j'espère que vous allez bien comme vous étiez معكم في درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه او بالاحرى تعلم التواصل باللغه الفرنسيه. درس اليوم ان شاء الله درس مهم غادي يفيدكم او نيفو ديال لا كومونيكاسيون. غادي تعلموا بزاف ديال لي زاستوس اللي غادي يخليوك كابابل انك تكومونيكي تو سامبلومون في نيمبورت كي سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون بواحد لا فاسون اللي هي كوريكت. اتفقنا؟ حيت اهم حاجه هي انك تدوي بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. بزاف ديال الناس يقدروا يدويو ولكن راه تيدويو بطريقه كلها خاطئه. الا شديتي ستيلو ورقه غادي تبقى تصحح له في كاع دوك الحوايج اللي تيقولهم. اتفقنا؟ حاول تركز معايا. هادشي علاش ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نشوفوا بعض الضمائر، حيت الضمائر مفيده في اللغه انها تتخليني نتفادى تكرار. اتفقنا؟ غادي نشوفوا ان شاء الله جوج ديال الضمائر اللي هي مهمه، تيتسموا لي برونون كومبليمون دوبج ديريكت اي لي برونون كومبليمون دوبج انديريكت. هذا درس مهم تيقراو حتى الناس من غير انه بغى يتعلم لا كومونيكاسيون، تيقراو بزاف ديال الناس. مهم حتى اللي كان تيقرا يحاول يقدر يجاوب على لي كيسيون اللي تتحطوا له ابروبو هاد لا لوسون هاد. حاولوا تركزوا معايا. الوغ برونو نبداو باول واحد، ولا نحاول انا شنو ندير لكم، غادي نحاول نقسم لكم السبوره ونشرحوا في دقه وحده كيما مجرات العاده باش كلشي يستافدوا دغيا دغيا وما يجيش الدرس طويل بزاف. تنحاول نسامبليفيي وماكسيموم. اتفقنا؟ تنحاول باش كلشي يستافدوا دغيا دغيا. نبداو نكتبوا هنا برونو. حاولوا غير تركزوا معايا. الحاجه الوحيده اللي تنطلب منكم هي بارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم، لا فامي ديالكم، في لونتوراج ديالكم. ونوبليي با مثلا برونو، ما تنساش كومبليمون دوبجي ديريكت، ما تنساش دير جيم وتكومونتي باش يطلع هكا لا فيديو للناس. اتفقنا؟ ما تخسر حتى شي حاجه. وهنا عندي برونو كومبليمون دوبجي انديريكت. حاول تركز معايا، شوف هاد لي زيكزامبل، تفهم غير اكزومبل واحد غادي تفهمني عليه الشندوي. فهم غير اكزومبل واحد غادي تفهم وغادي تولي كابابل انك تستعمل هذا البرونو هذا بكل بساطه. بلا ما نطول لك في الفيديو نجيب لك في 20 30 دقيقه وعلى الخو الخاوي نشرح لك في 8 دقائق حتى 10 دقائق غادي تولي تطير في هذا لي برونو هذا. اي اكزومبل ولا اي كيستيون تحط لك كي اون لاسيون افيك هاد لا لوسون هذا غادي تكون كابابل انك تجاوب عليه تو سامبلومون. حاول غير تركز معايا راه خصك. مثلا ركز معايا، شوف معايا هاد لا فراز هادي. مثلا تنقول لك نبداو برونو كومبليمون دوبجي ديريكت. مثلا تنقول لك Je regarde le film. Je regarde le film. أشاهد الفيلم. هذه جملة عادية. دابا أنا أشاهد الفيلم. تقنا أشاهد الفيلم. مثلا شي واحد نفرضوا أن شي واحد سولني، نفرضوا أن سولني قال لي Tu regardes le film. ركز معايا. السؤال اللي سولني شي واحد قال لي Tu regardes le film. لاحظنا هنا هنا درنا او اس. بوركوا؟ باسكو لو فيرب regarder سي ان فيرب appartient au premier groupe. لي فيرب اللي تنتميو للمجموعه الاولى في البريزون تنديرو او جو تو او اس il e نو او ان اس فو او زد il avec اس نديرو او ان تي. الوغ تنديرو واحد الريفيزيون اون ميم طون تنشرحو واحد لا لوسون اللي هو جديد، يعني غير ركز لا تكس. تنديرو او اس تو regardes le film. تشاهد الفيلم. تشاهد الفيلم. بغيت نقول له اه تنشوف تنشوفه، ما بغيتش نقول له اه تنشوف الفيلم. دابا كاين الناس اللي عاديين يقولوا وي جو روغارد لو فيلم، قال له تي روغارد لو فيلم، غادي يقول له وي جو روغارد لو فيلم. جايه شويه ثقيله، تتشوف الفيلم اه تنشوف الفيلم. لا تقدر تجاوبه قال لك تتشوف الفيلم تقول له اه تنشوفه، حيت هو علاش سولك؟ سولك على الفيلم، يعني لا داعي لتكرار كلمه الفيلم، حيت هو سولك عليها. فهمت ولا فهمتوش؟ يعني هاد الطريقه اللي غادي نوريك لا باش تفادى انك تكرر الحاجه، باش تفادى شنو غتقدر دير فاش يكون عندك بحال هكا. وهذيك لا كيسيون اللي سولك هذيك شنو فيها؟ فيها هذا، فيها هذا، فيها هذا، ولا فيها هذا، ولا فيها هذا. انا سامبليفيت ليك. اتفقنا؟ فيها هذا. مثلا قال لك تو روغارد لو فيلم، قال لك تو روغارد لا تيليفزيون، مثلا تو روغارد لي زونفون. الوغ هو سولك فيهم، نفرضوا سولك هكا، انت شنو تجي تتجاوب؟ ركز معايا. تو شنو تتولي؟ تتولي جو. هاي جو. قلنا لو فيرب روغاردي سي ان فيرب مالو تينتمي للمجموعه الاولى. الوغ في البريزون تنقولو جو روغارد افيك او. اتفقنا؟ ولكن قبل من هذا الشيء تتحط السوجي وراه تجي لو فيلم. لو فيلم ماسكولان ولا فيمينا؟ ماسكولان. علاش؟ حيت يكون متبوع بواحد مسبوق بواحد لارتيكل. لارتيكل اللي عندي انا هنا هنا لو لو تتمشي مع ماسكولان سينغولي. تنجي هاد لارتيكل هادي تنحطها هنا هاهي، تنشد لو فيرب ديالي ها هو ها لو فيرب روغاردي. لو فيرب روغاردي في جو تنديرو روغارد افيك او روغارد. تنقول له وي جو لو روغارد. وي جو لو روغارد. تو روغارد لو فيلم. وي جو لو روغارد. ما تنقولوش وي جو روغارد لو فيلم، تتبين بانك راك لا علاقه في اللغه الفرنسيه. هادشي علاش قلت لكم راه كاين اللي تيبان لكم بانه تيدوي حيت نتوما تتكونوا ما ضبطيش اللغه، ولكن هو راه غير تيخربق عليكم. فهمتوني ولا فهمتوش؟ يعني خصك تضبط اللغه. حنا علاش خرجوا لي برون؟ لي برون بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون. هادشي علاش نديرو تي روغارد لو فيلم. وي جو لو روغارد.
Tu regardes des enfants? Oui, je les regarde. Tu regardes le film? Non, je ne le regarde pas. Non, je ne le regarde pas. Là où je suis. Non, je ne regarde pas le film. J'ai échoué un arbre. C'est une idée que tu as. C'est un pronom de complément d'objet direct. C'est un pronom de complément d'objet indirect. Je téléphone. Je téléphone à. À, il y a une préposition. À ma mère. Je téléphone à ma mère. Je téléphone à ma mère. Je téléphone. Je téléphone à ma mère. Je téléphone à ma mère. Ma mère, je ne dis pas à. À, je ne dis pas. C'est une préposition. Harf genre. Ou tu dis que le qaïd, c'est le qu'il a qu'il a qu'il. Le complément suivi par une préposition, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Je téléphone avec ma mère. Il peut dire tu téléphone à ta mère. تدوي مع امك حتى هذا تيتسمى ادجكتيف بوسيسيف ما تا سا في الفيمينا تنديرو ما تا سا نوتر فوت كلور في الماسكولين تنديرو مون طونسون نوتر فوت كلور الوغ في الجمع تنديرو مي تي سي تنحاول ندير لكم مراجعه ديال دروس اخرى حاولوا ترجعوا الدروس كل مره شرحهم في لاشيط الوغ تي تيليفون ا تا مير تتكلم مع امك تدوي مع امك انا خصني نجاوبو مثلا الا كنت تدوي مع امي تنقول له وي وي انت معايا وي نعم تي شنو تتولي جو جو قبل من وراها ورا هذا السوجي خصني نحط الضمير خصني نحط واحد الضمير اللي غادي يعود على من غادي يعود على مامير على 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 الام ديالي فاطمه نقول له نعم اتكلم مع امي غادي نقول له نعم اتكلم معها هذيك الهاء تنحطها انا ورا السوجي اللي هي في اللغه هنا هي لوي 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 تتمشي مع عقل تتمشي مع يقدر يقول لي تي تيليفون ا طامير ولا يقدر يقول لي تي تيليفون ا طون بير بحال قال لي ماسكولين سينغولي ولا فيمينا سينغولي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث شنو تنروبلاسيه بلوي وشنو تنجيب تنجيب لو فيرب وراها تيليفون هذا هو فيرب ديال البرومي جروب الوغ تنقولو وي جو لوي تيليفون وي جو لوي تيليفون مكايناش حاجه صعيب صعيب كاينه ولا مكايناش نشوفو عاوتاني اللي سولني سؤال اخر مثلا قال لي انتبه باش تفهم قال لي تو تيليفون تو تيليفون ا هيا ا شتو à tes parents. Tes parents. Tu téléphones à tes parents. C'est que le mot walidaïk. Alors, ne tes parents, mais non, ce sont. C'est un nom, mais l'eau. Pluriel. Alors, tes parents. Ne dis jamais. Ne dis jamais. C'est menette. T'es magounèche, ma ou la mot. C'est menette. Ça va, il y a une telle chose comme vous voulez dire que les adjectifs possessifs. Alors, ne t'es. باش نرومبلاسي انا والديا وهنا عندي هنا فاش يكون عندي الجمع سواء كان مذكر سواء كان مؤنث ترومبلاسي بواحد الضمير غنديرو بحال الجواب ديال البيل مثلا وي وي جو ركز الضمير اللي تيجي في الجمع هو لوغ جو لوغ تيليفون بكل بساطه هذا هو الطرس جو لوغ تيليفون وي جو لوغ تيليفون نعم اتكلم معهم وي جو لوي تيليفون نعم اتكلم معها او اتكلم معه اتفقنا Oui, je la regarde. Naam ou shahidouha. Oui, je le regarde. Naam ou shahidou. Oui, je les regarde. Naam ou shahidouhum. Hadouma les pronoms de complément d'objet direct et les pronoms de complément d'objet indirect. انا حاولت نسامبليفيهم ليكم عندكم وليدات عندكم تاتوم براسكم تتقراو تاتوم باغيين تعلموا لا كومونيكاسيون تعلموا هاد لي برونون هادو بهاد لا فاصون بهاد لا ميثودولوجي تصنتاتش بان غادي يكون شي واحد تشرحهم بالطريقه هادو بهاد لا فاصون هادو وهاد لا سامبليسيتي حيت هادشي تنديرو ماشي تنتبع كتب ولا شي حاجه تنديرو انطلاقا من التجارب ديالي
ومن كيفاش تعلمت انا الحوايج نحاول نبارطاجي معكم هاد لو سافوار فا. حاولوا تخليوا لي دي كومونتير كي جاكم لا فيديو تبروبوزوا عليا دوطخ سوجي لي مالا. كان معكم زينتي لا مالا قبلكم فيديو جايه بدرجه نقول لكم السلام عليكم.